بلوجنا لليوم بلوج كتير مهضوم وكتير كيوت. لحظة انت بعد مش قايل لي شو الفلوج. لحظة انت بعد مش قايل لي شو هو الفلوج. شو فيه؟ لك شو بيك؟ جايز اليوم قررت قلد اختي كريس ل 24 ساعة ليوم كامل. شو ما تعمل هي رح اعمل انا. شو وين ما تروح رح الحقها. لقد وقت لك اليوم كامل 24 ساعة. انا شو بدك تنام حدي؟ يروح يا حبيبي وقف لي الفلوج طفي لي الكاميرا. لا لا 24 ساعة حاسس انه بدي افتح عيني غمره. مش رح نام حطوني لحتى وقت النوم يعني بعد يوم وقت كامل. يوم كامل. أوكي. طيب اختي اليوم لو شو ما تعملي لو وين ما تروحي رح قلدك والحقك واعمل مثلك. لو خلص جي سي. طيب اختي اول شيء رح اعمله هلا رح غير ثيابي بصير لابس مثل ستيلك. شو رايك؟ كيف بدك تعملي؟ خلص زيحي من الكادر. انت زيحي من الكادر. شو بدك بهالشغله؟ زيحي يا شو رايك؟ عن جد بتشبهني. شو رايك بالغلطة هون؟ توني عرفتني؟ يعني انت عم تقلد اختك؟ ايه شو؟ اوكي في خطأ بسيط صار. شو؟ انه انت تغيرت التيارات اخذت 3 ثواني. اختك كانت اخذت 3 ساعات. اول شيء مش صار. بس لك شو رايك بهاللقطة؟ حلو عليا بعد شوي. عليا؟ تعطيني بوسة. شو اختي؟ شو اختي؟ بلشتي بلاية؟ انطون بليز الله لا بس بدنا نقول احداث. يلا كثير مقتنع انك تشطط صراحه. شو بدها هلا بدها شو بدها ليك ها شوف احلى يا عم بشطف على اخته. مش علي تكب هون لتحت لهونيك نزلهم. اخذ النبريش كمان يا جيسي. طيب وطي ايدك رح تجوين الفرش هون مش كلك ليك بنزل كله على الارض. جيسي مش فرد محل تحط الميات وزعهم. طيب ليكي شو رايك تشطي معي عم تنقع ما انت انا مثل ما انت بسخ اليوم. انا مثل ما انت بتعملي بعمل. يلا كيف بعدهم هوني. شو حلوين مع بعضكم. مشهد اخراجي. ايه وكاميرتك. مشهد. بتعقدوا جايز مع بعض. شو كيوت حبيبي. اخذ لنا صوره. خلصي. طب هول المي كله اللي جمعتهم ما بعد حط مي. حط المي على لكلسيته كيف صار؟ تشطف بالكلسيت. برو عندك كل هيدي شطف. كل الجنينه شطف. ايه كيكي مشي حبيبي اتركي يشطفوا مشي يلا. اليوم؟ ايه شو اليوم؟ خلص يلا. انت بتشطفي كل الجنينه بنهار واحد؟ لا بس اليوم مثاقبه. كثير كبيره. اليوم ثاقبت على حظك. اليوم على حظك ثاقبت انه رح تعملها كلها كانت. اليوم مقرر اعمل كل الجنينه. تيك كير. اليوم كامل. جود لك. جود لك. يلا. جود لك. يلا باي. باي. على مهلك ما تتل الاغراض. الله معكم. مين افكاره لخيك؟ عن جد شطف عني. خيك ببلش مفكر انه هو عامل فيكي مقلب مثلا. برجع انا بقلب بيطلع بالاخر فيه. بيطلع بالاخر مش مستوعب انه انت شو معه. انا صراحه مش من هواياتي شطف الجنينه. اليوم هلا قررت ارسم لي الجنينه. توني. توني تعا شوف شو مخططت له. شو ها؟ بدي طعميه حامض. بدي اقول انا حامض بعد الشاطف يطلع عليه يكون حامض. خيك ما بيتحمل الحامض. ما بعرف ما مش هيك. يا بيموت. اهلا يعطيك. واو للتنس حبيبي عم تلمع. خلصت كلها حبيب الحمد لله. برافو عليك. كبيت ماي. لا بعد الشطف في اطيب من شقفه حامض. انا هيك بعمل. انا بقلب. لا يا حبيبي. يو كيف هيك اختي انت كيف؟ اوووه بيك الحامض هيك الطريقه. ما بدك حبيبي بدك طريقه ولا الكاميرا. يو ليك بعد عم تاكل. خلاص بلا خلص رح اكل. طب بدك انا فينا. لا هيدا يا عمي بلشنا الفلوج. انا شو كيف بدي بشر؟ انا بحب فايد باختك. حدا بيتحدى كيكي. يا يي يي لك هي. يا يا لا كثير هيك حشتاك لك. ايه دوش فرجيني هالعيون شو حلوين. عم بقلدني انا موقفه معي. بعدين انت بدك تقلدها. لحظه مش ماشي الحال. لحظه
لحظه التقليد الحقيقي بدك تاكل ولا ما تعمل ولا اي رد فعل. انا هيك باكل فيها كفه هيدي. لا لا شيلها من ايدك وكف هيدي بلا ولا اي مثل كيكي. كيكي فرجينا كيف ما رمشي اخ يا ما بترمش. يا تفضل ما ترمش اوعى تتحرك وكل انت وكانك عم يعني عم تتمزمز. برا لا سوري شوية ليمونات ما بيصير عصر علي يوي خلص زيادة 3 كيلو حامض خلص اكل اكل وما عمل ولا ردت فعل خلص. انت شو بدك كف بدك كفيها كلها؟ ايه ما عندي بشي كفيها عم تتغدى. منيحة انت كيفك؟ شو بعدك راجعة على البيت؟ ايه هلا كنت منيحة انت كيفك؟ شو بعدك راجعة على البيت؟ شو اخبارك؟ دواء شو بكي؟ ليه هيك بتسمي؟ عادي كل شي منيح عادي كل شي منيح. كيفك خيي؟ كيفك خيي؟ هلا شو بكي؟ عصبت امك يا عم خبروها رح رح تنقخي نقزت مام ابني طلع بفكرة فلوج هلا نحن عم نصور فاتحين كاميرا وعم نصور. فكرة هي انه فكرة هي انه يستنسخني انه يستنسخني كل شيء بعمله بيعمل كل شيء بيحكي بيحكي كل شيء بيحكي بيحكي كان عندي ولاد وخسرته. اوه إيف شعوية إيف شعوية شوفي ما في كيف الأوضاع عندكم شوفي ما في كيف الأوضاع عندكم منيحة ماشي الحال. لا أنت بدك تردي على اثنين بدي جننها أنت بتردي مرتين مرتين يا حرام عليك جربوا ماشي يلا اشتقنا لكم اي متى جايين يلا اشتقنا لكم اي متى جايين نسي نسي انه بده انا عم انا عم كيك انا عم قلت له هيك انه يلا احكي نسي وين بابا لا ما بشتغلش لا لا ما بيك بيك بيصير بده يحط توت توت كل فلوج بابا بالبيت رجع البابا على البيت يا جي سي ما رح تقدر تاخذ المشهد هلا بنشوف يا حول بالبرادة هاي بابي هاي بابي هاي بابي كيفك بابي كيفك بابي يا الله في عالم احلى عالم احلى عالم شو صرت انت عم تقلدني عم تقلدني بابي بدي اقول لك شيء بابي بدي اقول لك شيء انا وصغير كنت اضرب اختي بلا ما انت تعرف انا وصغير كنت اضرب اختي بدون ما تعرف اعترف اوه قال لك كنت عارف وكنت كذب بعرف يا اخ يلا بدكم شيء بدنا نكمل تصوير شو بك شو بك فيل لوين ليه 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 شو عامل حاطه ماسك فيل ما بدنا نقلدها فيل اوه مع البوزيشن يلا شو يلا هيدا وقت الماسك ماسك اوه ماي ماسك تايم واو ليك نقيتك ليك من نقيت لك اياهم كمان ليك يعني افوكادو يلا بدك الاوردر ولا بس لفوا لفوا ساندويتش هذا بتفتح نقل ابو خيدو اول شيء بحط هيدا على راسي ولا باكل ولا باكل الماسك هيك حلوة عليا عليا طيب رح شوف الاولاد حاضر مش قادر تضحك يا كوتي 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 يا كوتي 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 هذا كيف باكله هذا ما بتاكله هذا بتشيله بتفتحه تيصير مش على شكل وش ليك شو قرفان ليك ليه؟ أنا شعور بالعالم شو هيدا يا طوني؟ حط ايدك ساعدني شو هيدا يا طوني؟ بس هي تطلع بافكار فلوجز ليك ليك ايدي ليك ليك شايفين شايفين شو عامله بايدي؟ عيونك على عيون اوكي حبيبي حبيبي يلا زين على وجهه الله اه
بيلزق على دقنه. ما بيلزق على دقنه يا كيكي. اه اوكي جري جري. انا شو عامل بحياتي لاتقاصص بهيدي الطريقه يا ربي؟ انت وحده مش مخلص. انا بامراه وحده اللي هي كيكي يعني ويعني باثنين باثنين هذا اذا فرجيكم اللي شايفه قدام ليك 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 تركوا هيك منيح ليك لازقوا 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 وكل شيء بيطلع ايدك ما تروحوا ضيعان حطوا على رقبتك يو يو ليك انت هيدا رح تعمل ادكشن عليه بكره كل ما انا تلاقيني حاطه ماسك رح تيجي تقول لي اختي حبيبتي حطي لي ايه بكره بنصير نضيعه ليه قاعد حتى النهار بدي يخلص النهار ادكشن هذا يلا ايه توني واو جيب لك شي ماسك حطه معنا واو والله 20 minutes later بيبيب 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 خلاص مش قادر صدق انك عملت هيدا الشيء لعشرين دقيقة لما ياي لحظة عن جد بشرته صارت نقية ياي عن جد بشرته صارت نقية واو مين هيدا ما عرفته واو واو هلا انا نازلة اطبخ يلا مين يلا تعال تعال اقعد هون اقعد هون لحظة اوكي يلا انتهى الفلوج يا جماعة كان بلوك تي جي سي ما بتدعس بارضيه المطبخ بدي اقلدها لاختي ما بتطلع مين دليفري اليوم اه في طبق خيك ما بيدعس بالمطبخ لاخر مره في تجارب لانه اخر مره جي سي فات على المطبخ حرق البيت حرق المطبخ لازم مش لحالي مش لحالي انا ما بدي بالمطبخ ونحن حرقنا كب علي مول معروف الفلوج موجود عنده على القناه حرقت المطبخ فوتو شوف ايش صار قولوا لي اذا انا علي حق مش ذنبي انا كنت بغير مايلي من المطبخ راح احط لكم اياه بصندوق الوصل مرسي اوكي ما في اكل اليوم انتهى الفلوج خلص الفلوج قفل انت وقفل يلا بنحبكم انا طالع اطلب دليفري يلا طيب يا جماعه هذا كان فلوجنا اليوم ان شاء الله تكونوا حبيتوه شوفوا فيديوهات البيه على القناه شوفوا فيديوهات البيه على القناه حبيتوا كثير بس كثير باي